يعني مش هقول لك يعني هو ليه ايجابياته وليه سلبياته، وده بيعود على الجهاز الفني كله، مش هقول لك يعني على اللعيبه بس. لما تحس ان في لعيبه ما بتلعبش في اماكنها، وتحس ان في شويه تغييرات في الاماكن او شويه يعني حاجات في التشكيل كده غريبه، تحس ان المنتخب مش فاهمه، انت مش قادر تفهمه. لما بيجي يلعب بأربعة تلاتة تلاتة، وبعدين يحط مثلا ناس في مش في مكانها، يعني أيمن أشرف مثلا اتحط في ماتش الجزائر هاف ليفت، مش عارف مين بيتحط مش في مكانه، مصطفى فتحي بيتحط من ضمن التلاتة، في حاجات غريبة بتبان. فما بتحسش إن منتخب مصر ليه شخصية في التشكيلة أو التغييرات دي. لما تحس بكده حتى في معظم أشواطنا الأولانية حس إن المنتخب مش هو. الشوط التاني لما بيعدل القصة شوية او بيعدل الكفه وبيحط كل واحد في مكانه وبيلعب بطريقته المعتاده، تحس ان الوضعيه بتبقى افضل شويه. فايه وجهه نظر مستر كروش؟ انا مش عارف. طيب ايجابياته؟ لا، ليه ايجابيات انه وسع القاعده. انا مختلف مع كل الناس ان هو ما يوسعش القاعده. في ناس كتيره بتقول لك لا احنا لازم عندنا تشكيله اساسيه. في وقت يا كابتن انا ممكن اجيب لعيبه واوريها للناس وفي الاخر ما خدهاش ومش هلعب. ايه المشكله؟ مفيش مشكلة. انت لما بص حط نفسك مكانه. بص يا كابتن فاروق، كل واحد بيتكلم ما بيحطش نفسه مكان الراجل ده، ودي المشكلة بتاعتنا. انت قاعد كده باشا وقاعد تقول اللي انت عايز تقوله وتخبط زي ما انت عايز ومش عارف ايه، انت فاهم؟ لكن انت مش حاطط نفسك مكانه. لما تحط نفسك في مكانه هيبقى ليك 100 فكر. ليه بقى؟ توقيتات اللعيبة الجديدة اللي انت تاخدها في وقت معين ده مهم جدا. مش اي وقت اخد لعيبه اشوفها. انا النهارده لما اخد لعيبه من الدوري المصري واوسع القاعده، انا شفتها في الدوري ان هي ماشيه كويس، ايه المانع في توقيت معين انا كمدير فني ان انا اشوفها؟ هو ده توقيت، وده توقيت سليم جدا. ليه بقى؟ البطوله العربيه مع احترامي مش قويه جدا، مش هي بطوله افريقيا. تمام؟ معظم المنتخبات او منتخب الجزائر او مش جايب بمعظم محترفين، بس ومفيش كبيره برضه. ماشي، بس يعني مفيش. حتى المنتخب التونسي، تعالى يعني تونس، المغرب، الجزائر، مصر، مع احترام البعيد المنتخبات، صح؟ أكيد. مش انت عايز تقول كده؟ طيب ما في لعيبه ما جاتش برضه في الفرقه دي، في المنتخبات دي. تمام، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ انت ممكن تتكلم كبطوله اهميتها ماديه بس. ماديه واستعداد، لكن واستعداد، لكن انا الوقت ده لا من حق ان انا اشوف لعيب. ليه؟ انت النهارده عندك قوام اساسي، يعني انت مثلا في نادي الزمالك والنادي الاهلي او بيبقى عندك مثلا 10 11 لعيب اساسيين عارفهم، لو قعدتهم في وقت معين فانت عارفهم. يوم ما تنزلهم انت عارف ان دي لعيبه اساسيه، انت مش محتاج اصلا تجربها. صحيح. نفس القصه، حط نفسك بقى مكانه بقى هنا. انت كمدير فني عايز تشوف ناس عشان لما حد يقع تلاقي بديل. ما هو ايه اللي وقعنا الفترة اللي فاتت دي كلها؟ ان احنا ما عملناش بديل للمنتخب بتاع 2006 و2008 و2010، ودايما اقولها. طب انت النهارده الراجل بيوسع القاعدة وبيحاول يطلع لك، عارف لو خد 10 لعيبة وطلع لك اثنين يبقى انت كسبان. انت ما كنتش بتطلعهم اصلا. انت فاهمني؟ فانت النهارده التوقيت بتاع البطولة العربية والتجمع ده، لا اقدر اخد لعيبة واشوفها. طب عندي لعيبة مهمة سايبها؟ طب ايه المشكلة؟ ما هي مهمة لما احطها في الوقت اللي انا عايز ألعبهم فيه هلاقيهم اصلا. لانهم هم لعيبه كويسه، ما خسرتش حاجه لما اشوف لعيبه حتى لو هي غير موفقه. صحيح، ومن حقه. فانت النهارده ما تجيش تقول لا، وكمان يعني نجحوا، يعني حتى الان في نجاح، في ناس نجحوا وفي ناس ما نجحتش. مش يا كابتن ما نجحش من وجهه نظري؟ لا مش هقول اسامي ناس ما نجحتش، بس لما تيجي تتكلم يعني مبدئيا هتقول احمد رفعت ماشي بشكل كويس. هو لعيب كويس. ايوه، ما انا بقول لك هو اصلا اوريدي لعيب كويس. ايوه، ما في، ما خد بالك كل اللي في المنتخب لعيبه كويسه، بس في لعيبه ممكن تلعب منتخب وفي لعيب ممكن ما تلعبش منتخب. ايه اللي بيخلي اللعيبه تلعب منتخب؟ فكره الاختلاف، فكره اللعيب الدولي ومش لعيب دولي، عند ناس وناس تانية. لا بص، الدولي خد بالك او مش الدولي، هي بتختلف في معايير كده معينه. عندك شخصيه ما بتقلقش، تمام، عندك رؤيه كويسه، بتعرف تلعب تحت ضغط. لازم اللعيب ده يبقى عنده شخصيه، موهوب، مش قلقان يلعب بقى منتخب، يلعب قصاد مين، انا مش قلقان. ففي نوعيات كده، لما تيجي تطلع من الناس دي هتطلع احمد رفعت. هو كان من لعيب منتخب اوريدي اصلا. طبعا هتطلع مين؟ حسين فيصل. لعيب كويس. تحس ان هو عنده شخصيه مش قلقان. فاهمني؟ وده ما حسوش المسؤولين في نادي الزمالك كابتن وائل؟
ما هي دي مشكله. ما هو حصل ضجه النهارده لما حسين فيصل مشي واحمد رفعت برضه، خلي بالك خد بالك. وانا عايز اجيلك برضه احمد رفعت طبعا نفس الوضع برضه. لا احنا لما نيجي نتكلم على حسين فيصل بالذات ما حدش اتكلم عليه حتى لما راح سموحه. الضجه حصلت لما راح المنتخب وظهر. انت فاهمني؟ طب ما ده عيب ناس كانت موجوده، مسؤولين وجهاز فني، لان انا سمعت تصريحات غريبه جدا. ان مستر كارتيرون ما كانش عنده علم ان حسين فيصل مشي الا من السوشيال ميديا. انا مستغرب يعني، قريت التصريح ده، لو التصريح ده صح ده تبقى مشكله كبيره، ده تبقى جنايه حصلت. بس انا كان معايا بدر، كابتن بدر حامد، وقال لي احنا عرضنا حسين فيصل على مستر كارتيرون وكان غير مقتنع بيه. يعني ده كان مدير قطاع الناشئين في الوقت ده، وده كان المدير الفني، يعني هو الراجل يعني على ميه بيضه كده بيقول لنا ان كارتيرون ما كانش مقتنع. ما عنديش مشكله، بس في اداره هنا برضه. انا قلت لك يا كابتن فاروق، في اداره هنا تمام. ما لسه اقول لك، انا قلت لك يا كابتن فاروق لو التصريح ده صح تبقى مشكله كبيره. من يتحمل مسؤوليه في لان هو لكن حسين. هو قال لك لان هو كان تعامله اصلا مع كابتن حسين لبيب على طول، وقال لك انا تعامله والدنيا ومتفقين. يعني انت بتحمل مسؤوليه الاداره في الحته دي الاثنين. حتى لو مدير فني مش محتاجه وانت شايف ان خامه طيبه زي حسين فيصل اعاره على الاقل يبقى بتاعك. صحيح، ودي فكره من اعارات موجوده ليه عشان تقدر تستفاد باكبر عدد من اللعيبه عندك. حتى على فكره كابتن وائل